خوتي المغاربه مرحبا بكم في هذه الحلقه الصادمه والمثيره واللي اختارينا هذه الخلفيه ديال الزميل بوعلي. هذه خلفيه جميله وجميله جدا. سمعوا المغاربه باش تعرفوا ماذا ينتظركم ايها المغاربه. عبد اللطيف وهبي كإنسان له كل احترام والتقدير، كمواطن، كفاعل حكومي، كعضو في السلطه التنفيذيه، اسمح لي نقول اليوم يحق لي ان اسمي هذه المرحله كتسمى المرحله الوهبيه، بحال المكارطيه، المرحله المكارطيه او الكنزيه. ولا اليوم في المغرب انا نقدر نسمي اليوم نعيش مرحله الاجيال اللي غيجيو من ورانا، كما كنا نقولوا عام البول، عام يرني. كان واحد الوقت كنأرخو باحداث عام البول، عام يرني، عام الجفاف. عتسمى واحد الوقت عتسمى عام وهبي او مرحله او المرحله الوهبيه. هذه المرحله الوهبيه العناوينها هو التراجعات على صعيد التشريع والهجوم على الحقوق والاحتقان وانتعاش الفتن والهجوم على الحقوق والحريات. ها المغاربه، بيني وبين عبد اللطيف وهبي نتوما غنعرض عليكم هذا الشيء. والله الذي لا رب سواه. الى انا شوف غنقول كلامي وغادي بحال انا لا شيء. انا كنت باغي كاع ما ندخل، انا راه نعيش وعندي رزقي وعندي خيري الحمد لله اللي قسم الله، ونعرض نفسنا للمخاطر. الناس كيمشيو يجبدوا الفلوس على المحتويات التافهه هما ولادهم. احنا ممكن نجيبوا فلوس اكثر من هذا الشيء اللي كنجبدوه، ولكن علاش كاين شي حاجه فينا الداخل حب هذه البلاد. غنقول لكم المغاربه شنو واقع. سمعوا سمعوا سمعوا، ها انتم عندكم تقولوا انا اللي قلبت عليه، ها هو دو فويس، ها هو صوت المغرب، ها موقع الكترون وهبي. وهذا الشيء اللي نقول لكم راه صعيبه المغاربه. وهبي ينفذ وعيده ويمنع الجمعيات ملاحقه مختلسي المال العام امام القضاء. استغل وزير العدل عبد اللطيف وهبي فرصة إعداد مشروع قانون المصالح الجنائية لتنفيذ وعيده بمنع جمعيات حماية المال العام من وضع الشيكي ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس مال. وفي هذا الصدد نص المشروع، باش نختصر لكم ما نقراش بزاف، ما بقيش شي جمعية تبقى تبلغ على الفساد في هذا البلاد. عرفتي شكون اللي كيبلغ على الفساد؟ قال لك وزارة الداخلية، مفتشين ديال المالية، المجلس على الحسابات، إدارة التراب، هادو هما الجهة والرشوة. سميت هذيك الجمعية بكثرة ما كنعرفوهاش، ما كان الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية، شي حاجة رشوة. هادو هما اللي كيقولوا الوكيل العام على الفساد، أنت هي الجمعية والمجتمع المدني والجمعيات، لا تصير تدخل سوق راسك، أنت ما عندك فلوس. كتعرفوا هذه اش كتعني؟ منذ فجر الاستقلال ما عمرنا عشنا تراجع بحال هذا. ولكن هما شنو داروا؟ هاد الحكم أنا ري فارت رزاو البلاد، سيدوا جو الخوف والرعب، حيدوا الأصوات الحرة، شراو الصحافة، شراو كل شيء دخل عندهم للسوق، خرجوا لنا الصحافة ديال التشهير والأعراض، وظهرت محتويات ذات طابع فردي، المعاطي هذا مع هذا وهذه مع، وتلهاش الشعب وقاس التشريع كيخرج. نعيفيق المغربي واحد النهار الأجيال غيلقاو صورتو عليهم قانونيا. اللهم تلقى ما تجمع في هذه البلاد. وجابوا واحد السيد ما عنده مشكل، قول فيه اللي بغيتي، ناقش معاه كذا، يجرك القضاء، يجرك كذا، يقول لك يدابز مع المجتمع، يدابز مع البلاد، ماشي مشكل، غادا الوقت. تصور دابا انه انت ما عندكش حق تشكي. وسمعوا المغاربه اش غنقول لكم، شحال ديال الخطوره. سمعوا سمعوا، انا نبدا نقرا عليكم وشدوا راسكم، راه ماشي كنبالغ. ها انتم شوف 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 شوف، بعد طريفه الطرائف، طريفة الطرائف اللي ما عمري ما غنساها حتى شنو قالوا في التصدير ديال هذاك القانون. واحد قالوا واحد الكلمه واعره، قال لك وتزدادوا اهميه هذا القانون المسطره الجنائيه في التصدير. قال لك علاش درنا التعديل؟ سبع سبع الغرباء. قال لك وتزدادوا اهميه هذه المراجعه التشريعيه في اطار ما شهدته بلادنا في الاونه الاخيره من مستجدات حقوقيه هامه تمثلت بالاساس في صدور دستور جديد للمملكه 2011، افرض ضمن مضامينه حيزا هاما لمجموعه من الحقوق والحريات ووضع اليات لحمايتها وضمانها. وكذا اسمعوا اسمعوا هذه، وكذا ما اقرته ديباجه الدستور من التزام المملكه المغربيه بتعهداتها الدوليه واحترامها الاتفاقيات التي ابرمتها واعطى. واو واو واو، قال لك احنا اضطرينا نديروا مراجعه القانون المسطره الجنائيه. علاش؟ لان الدستور ديالنا في الديباجه ديالو كيقول ان المملكه المغربيه انخرطت في اتفاقيات دوليه. المملكه المغربيه جزء من الاسره الدوليه وهي عضو نشيط. السؤال، هذا التشريع اللي جاب السي وهبي ومن معه، واش فيه احترام الاتفاقيات الدوليه اللي ساني عليها المغرب؟ الجمعيات ماشي، انا نجيكم عباد الله، ماشي الاتفاقيات. والملك محمد السادس ما فيهش احترام لخطابه، غنعطيكم الادله. خليني قبل ما نوصل عند الملك نمشي بعد الاتفاقيات الدوليه. قال لك الاتفاقيات الدوليه، مشو نشوفوا الاتفاقيات الدوليه شنو فيها. الماده 13
ها هي المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها وفق المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته. يوك غيدير هذا المغربي يحارب الفساد لا مشكاش هذه الجمعية ولا حرمتي الجمعية الجمعية بجلال قدرها، كيفاش المواطن يحارب الفساد؟ ها هو دابا هذا المشروع في مصادمة صريحة مع المادة 13 من الاتفاقية ديال الأمم المتحدة اللي المغرب ساني عليها، والمغرب تيقول في التصدير ديالو على أنه عضو نشيط وكيلتزم بالاتفاقيات. وهذا المشروع ها هو شنو قال وهبي وصحابه، قال لك حنا غيرنا هذا المشروع ديال القانون المصري الجنائي انسجاما، لأن المغرب منسجم وأنت كتخرق صافي. ها المادة 13 غنعطيكم مواد أخرى لا حصر لها. شنو بغيتوا؟ المادة 33 من نفس اتفاقية مكافحة الفساد الأمم المتحدة، حماية المبلغين، تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن والأسباب بإبلاغ السلطات المختصة بأي واقع يتعلق بأفعال مجرمة. فقال وفينا هو تحرمتي الناس تبلغ، شبقى من حماية المبلغين؟ ها مادة في اتفاقية ديال الفساد. واخا نعطيكم مادة أخرى، الاتفاقية العربية، ها هي الاتفاقية العربية المادة شحال هذه المادة 12، ها هي مشاركة المجتمع المدني في محاربة الفساد. زيد المادة 11، مشيو المادة 11، المادة 11 اتفاقية الإفريقية، اتفاقية مكافحة الفساد، اتفاقية إفريقية المكافحة، حتى المغرب ساني عليها. ها هي اش كتقول؟ مشاركة المجتمع المدني، هذه الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، المغرب ثاني ساني على الاتفاقية. شنو تقول لك المادة 11؟ مشاركة المجتمع المدني، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته، وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل توعية المجتمع مكافحة الفساد وأسبابه. إذا المغرب عضو نشيط في المنظمات الدولية، قال لك حنا كنغيروا هذا المشروع باش ينسجم مع التزامات المغرب الدوليه، كنمشيو للاتفاقيه الدوليه فيها المجتمع المدني كيبلغ على الفساد، كنقلبوا مشروع وهبي ومن معاه، كنلقاو سيدي ما وهذا الشيء راه ماشي، راه قالوا شحال هذه ونفى الوعد. سمعوا اش قال المغاربه واحد النهار، سمعوا لان عنده جمعيه، وكاع ما عنده جمعيه، وتيقول جمعيه محاربه ولا الدفاع عن الملعب، وكاع ما عنده جمعيه، ما عمرو دار جمعيه، ما عنده لا قانون لا والو، وكيتكلم بسميته وكيدير شي وتيجي يدير الشكايات. سمح لي، اللي مسؤول على مراقبه المال ديالو اللي كيجي من الداخليه هو وزير الداخليه، وبناء عليه حنا ما يمكنش واحد يقدم شكايه ضد شي واحد الا اذا كان هذاك المصدر ديال المال من عنده، وهو ما عاطي ريال وكيتكلم وتيقول لك لا انا كذاك عطى الضريبه، بس عطى الضريبه تحسب اداره الضرائب. وبناء علاش قلنا انه لا يمكن تقديم شكايه الا من طرف السيد وزير الداخليه. قبل ما نكمل معاه، عفاكم المغاربه، لما عندك لما كنتيش عاطي فلوس من عندك ما ديرش شكايه، والفلوس راه ديالنا كلنا، هما الوزير الداخليه ديالو ووزير الماليه ديالو، وشكون يقول ما عندو شي فلوس في هذه البلاد؟ فلوس كلها جمعها الضرائب، مال هذا مال مشترك، هذا مال عام، مال المغاربه، عندي حق فيه، رانا على فلوس قيال، قلتي لي عاطي شي حاجه، انا عاطي، منين جا وزير الداخليه ما كتجي الفلوس؟ بغيت نفهمها، ياك ما الوزاره كتولد في شي بلاصه، منين كتجي وزاره الداخليه فلوس؟ من الضرائب ديالي وديالك وديال اي واحد. انا عندي سؤال، دابا الدوله التوجه العام هو محاربه الفساد، علاش كتضيق على المداخيل؟ مالك؟ نزيدكم لك اخرى، انت عندك مدركات الفساد والرشوه طالعه وكل شيء طالع على المغرب، اذا خصك تزيد توسع المداخيل ماشي تضيقها. فاش دراتك جمعيه اش كانت؟ النكته النكته الواعره، دابا لا سمعتي الوهبي بحال اللي الجمعيه هي اللي كدير المتابعه، وانا راه كنشكي، راه كاين باريار كاين السد، هو النيابه العامه هي اللي كتشوف، بغات تتابع بغات ما تتابعوش، ولكن مالك خايف مني انا غنشكي وانا ما عندي حتى سلطه المتابعه؟ ما غنحركش القضاء، انا عشكيت، انا بلغت النيابه العامه في بيت لقات تخربيق هكا، لقات شي حاجه فيها كذوب، دير لي التبليغ عن جريمه خياليه، تابعني كاين الفصل 254 كاين الوشايه الكاذبه. مالك تضيق على المداخيل؟ علاش توجه الدوله محاربه الفساد ودايره استراتيجيه وطنيه محاربه الفساد وهيئه الوطنيه ديال الرشوه، وحنا المغرب وحنا المغرب، وجينا حتى للتشريع ودينا نسورتو، مالك؟ مالك مالك خايف؟ مالك خايف؟ وزير الداخلية هو اللي كيعرف الحساب، هو اللي كيتبع الامور، علاش هاد الابتزازات اللي كاينه الان في السوق؟ قلنا هادشي مجوان والعداوة.
حيت كاينه ابتزازات في السوق خصنا نحبسوا الجمعيات. واش هذه بواحد الدين؟ دابا عندنا القضاء، عندنا قاضي فاسد قادر شيوي، خصنا نحبسوا القضاة ما بقاوش يحكموا على المغاربه. لا كاين واحد القاضي فاسد وكاين قضاة نزهاء. عندنا واحد التلميذ كينقل لا نحبسوا التلاميذ من القرايه، وكاين تلاميذ مجتهدين. واحد الوزير فاسد شفار ونحبسوا الوزارات. هذه الفلسفه اللي كتلعب على العقول القصيره، كاين الابتزاز في الجمعيه، كاين واحد ولا جوج ورا ورا القضاء باش يعتقلوا. شات الفلسفه ديال كتحتقر ذكاء الناس، تتبني واحد جايب مشروع وكتلعب على وراه بلاد الجمعيه كتبتز، وبلاد ما لقى ما ياكل، وبلاد ما عنده على الكاشي، وراه ما كاينش الجمع العام، واش شي البشر؟ واش هذا محدد؟ واش هذا منطق؟ هذا راه مسؤوليه القضاء، ينظموا الاداره والداخليه، ينظموا داك الشيء. ولكن واش عندهم اهميه ولا ما عندهمش؟ واش المجتمع المدني غتلغيه انتيا؟ بغيتو نجي لان واحد الوقت غادي نوصلوا ما نلقاوش يطش لينا. ويلي 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 ويلي، مشكله خطيره. ما نلقاوش الناس اللي ترشح لينا. الا درت بلغتو بهذا الشيء ما نلقاوش اللي ترشحوا، علاش الناس كيتوس؟ ايوا بهذا المنطق حتى حتى الاداره الترابيه ومسائل الحسابات وهادو حتى هما ما يتابعوش، يقولوا غنوسخوهم ما يبقاوش يترشحوا لينا. واش هذه فلسفه؟ دابا دابا الجمعيات ديال الفساد شحال عندنا من البرلمان، شحال عندنا من الشركه، كيشكيو بكل شيء، كيشكيو عليه في كرشو العجينه، عليه شاعل عليه البالي. شات هذا المنطق هذا دابا ديال ما نلقاوش اللي شي، وها هما دابا مرشحين لينا، هما كيش طفرناه، هما كدوزوا القوانين، ها هو البرلمان دابا شويه من الربح في المغرب. هذا برلمان، هذا مع احترامي لبعض الاشخاص، بعض هذا برلمان، كاين نقاش في البرلمان المغربي، كاين نقاش مسؤول، كاين برلمانيين زعما كرش خاويه نظاف زوينين كيديروا التشريع، قاريين واعيين حس وطني قد يواجهوا الحق. حتى واحد ما كنعرفوش خرب بلادنا زعما، ما لقاوش اللي ترشح لنا. وانتوما بغيتو يبقاو مرشح لكم هذوك عباد الله ديالكم اللي كتدافعوا عليهم. قال لك ما لقاوش اللي ترشح لينا، شوف على السبب كي داير، لان علاش؟ حيت بلغنا عليهم. اي بلغت تعيا. انا دابا اش كيقولوا عليا انا الصحافه ديال والمواقع ديال عيا وما يقول ما كنتسوق لهمش، حيت عارف بعدك بتسوق. شو المغاربه كيفاش كيتفاعلوا معنا عايقن. شحال ديال الصحافه مخرجين عليا انا، وشحال ديال المواقع لشهور لشهور، هما عرفتي اش كندير لهم؟ ما كنطلبش فيهم انا، والله ما كنجاوبهم، حيت لا يصح الا صحيح. شوف دابا ملي جات هذه المتابعه ديال الوهبي، شوف المغاربه كيفاش تعاطفوا معنا، مالو ما قداش داك التشهير وداك. حقاش الناس كيعايقن فاهمين؟ واحنا درنا شكايه برلماني ولا درنا شنو؟ واش تاكل منه ولا كان كرشو؟ ومن نهار اللي ياخذ البراءه يتكى على داك مول الجمعيه، ديروا الوشاير كاذبه مالو؟ راك ترشح لواحد يديروا به شكايه وكتفتح له وتتفتح الابحاث. وفين المشكل؟ تحت ضدي بحث ونسية. دابا اسمعوا هذه المغاربه، شكون اللي فتح البحث؟ انا حميد غلوسي عز غالي، وفتح وكيل الملك والغلوسي ملي حطوا الشكايه جا معاه جنوي الوكيل الملك، قالوا له افتح 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 دابا صحه. وراه وكيل الملك يفتح ما يفتحش عنده سلطه، اذا لا فتح وكيل الملك راه لقى راسه امام قرائن. دابا الخطوره اللي كاين فين كاين؟ راه ماشي كتمنع الجمعيات كما كتبوا في العنوان الزملاء بحسن نيه، وكتمنع القضاء. يا ريتكم المغاربه في هذه الحلقه تعرفوا هذه الجمله، خطوره هذا التشريع وفق راه ماشي كتمنع جمعيات حمايه الماء، وكتمنع القضاء يدير شغله في هذا التشريع. تدخل في السلطه، تغول، يعني ان هذه الحكومه سيطرت على البرلمان وبقات كتجي والعداو عرفتي كتمنع القضاء يحط يده. لا سيدي الوكيل العام ما غيتحركش، علاش ما غيتحركش الوكيل العام؟ خاصو شكايه من عند خاصو احاله من عند مسائل الحسابات، زيد مسائل الحسابات ما بغاش يعطيه، المفتشي العام ما بغاتش، وزاره الداخليه ما بغاتش، وها الفساد لا هو ما عندنا كي نديرو، صورت علينا وهبي وصحابه ما عندناش، وها الفساد ها المدركات لا ما علاش والعداو. تصور عندك البالي شاعل عند الفساد، خاصك توسع المداخيل ديال محاربه الفساد. اش داروا هما؟ اطراء غير المشروع ما كاينش، الجمعيات ما تبلغش، فوقاش غتبلغ؟ قال لك الوكيل العام تيكون التلبس، حنا عندنا التلبس كنشدوهم. هد في المفسدين كيتشدوا، كي كدير تشدهم؟ هو كطرف الاحتراف ديالهم كدير له، كيكون عندك قرائن ومعطيات كتقطع طق طق حتى كتلقى. علاه دابا مبدع شديناه بالتلبس لقيناه متلبس؟ شكون هذا اللي لقيناه متلبس زعما؟ بغيت غنفهم. هادو دابا اللي متابعين على الحشيش هاد اسكوبار متلبسين، ايوا كاينه معطيات وقرائن وكذا وكيدخل، فهمتش كيفاش التلبس؟ خصو يكون التلبس. وعباد الله
وكتجي انت الماده 49 في قانون المستشارين كتقول يتولى يتلقى الوكيل العام الشكايات والمحاضر والوشايات. تصور ان هذا الشيء ضد يتلقى الوكيل العام كيتحرك عاب وشايه عاب تنقنيقه عاب تبرقيقه وكيحرك الابحاث في الجرائم عاب والماده 39 في قانون المستشارين يمارس وكيل الملك الدعوه العموميه اما بناء على الشكايه او تلقائيا. تلقائيا بلا ما تكون لا شكاية لست حاجة. واليوم تقول لي يخرجوا على أنه هكا بدون اسمعوا المغاربة كملوا ودوزت عام وعامين غادي المحاكم جاي اش من شرعية باقي عندي أمام الناس اش من تصور احترام عبد اللطيف المحترم علاش كتغوت علاش كتستعمل هاد الحركات ديال المرافعة في المحاكم لأن كاين واحد الإنسان كيدير لك هكا كاين بعض العقول تيبقى يقول عنده الحق لك لا لماذا ما تعبرش بهدوء لماذا الحاجه لي انا غالبية الصراخ كيكون زعما الانسان عنده الحق عنده المعقول المعقول كيهضر المعقول كيزوي المعقول كيغوت هكا بعض المتلقي تيمشي مع باله ولكن ملي كتقلب هذه الهضره بهدوء نقول عاوتاني راه كان ما عرفتش كنديروا لك هاك نناقشوا معاك من اجل مصلحه البلاد حنايا هنا في هذا المغرب الحابي حنا هي غنتقاتلوا مع اي واحد باش تزيان البلاد باش اي حاجه كتقاتل معها الماكله كتبقى تمضخه عاد حتى كتعذب في سنانك عاد كتهبطها ماكاينش حاجه سهله باغي تبني مغرب فابور رانا الوزير مع الصحافي وغنتقاتلوا انا وياك باغي نعلم المغرب مزيان حتى عاد تمشي بحالك وانا غنمشي بحالي ولكن نخليك دير ما بغيتي ولا غادي نبقى نفضحك غير ما ندخلكش حياتك الخاصه غير ما نكذبش عليك غير ما نفتريش عليك غير ما نمشي نقلب لك ولادك ومرتك اما هاد هضرتك وتصريحاتك ووثائقك وكل والله لا زقلتك في اطار القانون وفي احترام تام لاخلاقيات المهنه هذه امن بها هذه اخشيها في راسك هذه اش من تصور احترام هذه امام الناس انا محبسون هاد الشاس وتجي تحبس راه متابعه اموال مؤسسه الدوله هذا شغل الدوله هذا شغل الدولة المواطن اللي عنده شي ملاحظة يدير الملاحظة ديالو عنده ممثل الشعب يجيبو لها اليوم وممثل الشعب عندهم الحق يقولها في مؤسسة الشعب ولكن نبقى كنظن كل مرة نجي نقدم الشكاية ضد هذا المسؤول وضد هذا المسؤول وانا عرفتك علاش قدمتي الشكاية مجلس على حسابات حتى يدير التقرير ديالو راه هنا رئيس البلدية ولا حتى واحد شغل الموضوع دابا ها العار المغاربة هذه الجملة واش انا عرفتك اش داك تقلب نيتي انت شوف الشكاية بمعززة بماذا واش كاين شي بدايه حجه واش كاين شي قرائن واش كاين شي وسائل اثبات خليك هنا شوف خلى الشكايه والفساد وانا عرفتك علاش وانا سيدي عندي اجندا كاع انا عاد كنقول هذه عفرضا تصور انا باغي نبتز هذه جريمه ابتزاز تابعني ليها ولكن قبل منها بعد هذيك الشكايه يجي يقلب فيها شي فساد وانا مبتز غتجاوز انت الفساد انا ما عندي ما يدير بغيت غنبان بغيت غنطيح هذا باش يطيح هذا هذه كلها تقدر تكون طموحات شخصيه ما مقبولاش كاين عند بالنسبه ليا ديك القانون يقول فيها كلامه انا اللي عندي مهم ملي جيتي عندي جبتي لي الشكايه معزب شي قرائن ولا لا ناقش هنا اش كيدير هو تيمشي لك للشخص واشنو خنيتو علاش المغاربه المغاربه كيلعبوا لهم هذه اللعبه شحال حاولوا المؤامر تناوي دابا سير المهداوي بقى تقول لهم انت الفساد والزلزال لا وقامي جاي لابس المهداوي منين جابها هذاك النظر اللي عند المهداوي ما عرفتش واش الشعر عند الدوره تيبقى يلعبوا لك هكا تيدوخوا الناس كامل للاسف المجلس على حسابات يحيل الملف مباشره على السيد الوكيل العام الذي يقوم بالمتابعه وقت يجد التقرير ديال المجلس على المحاسبه ويدير شكايه ما عندوش حق علاش فين كاين فين كاين فاش دريتك كاين تقرير ديال المجلس على الحسابات ووكيل المجلس على الحسابات ما دارش الاحاله يلا نسى ولا سوء تقدير وانا محامي وجمعيه وبان لي كاين فساد وصيفت الوكيل العام خليه والوكيل العام يقدر يدير الحفظ ويقدر يدير فاش دريتك اعطيني الضرر اعطيني شنو ضيعنا انا اعطيني دائما قنعني وقول لي هذه الممارسه فيها ضرر على الوطن فيها ضرر على الدوله ما فيها والو جيت شكيت بهذا السيد ونتحمل مسؤوليتي بديك الشكايه ورا القانون عفاش دريتك بغيت نفهمها ولا حيت ديك الشكايه تداو صحابكم ها قول لي فاش دريتي لي باش تقنعني انا بشي فكره قول لي ها واش الضرر الوطن غيخسرك شنو غتخسر دابا الوكيل دابا المجلس على الحسابات والمفتشيه كيضلوا عايديروا الاحالات زعما على شحال عدد ديال الفساد عندنا وشحال عدد الاحالات اللي كدير الاداره العموميه في المغرب شحال بما ان المجلس على الحسابات مؤسسه دستوريه توجه وتخرج الى مؤسسه دستوريه اللي هو النيابه العامه والنيابه العامه اللي شغلها انا كوزير ما عندي الحق ندخل في هذا الموضوع لا بهكا ولا بهكا لا نعطيه ولا نسحبه هذا ماشي شغل ما كتدخلش في هذا الموضوع وبناء عليه راه الا ضبطنا كل شيء في اطار ماشي الديمقراطيه هو دير اللي بغيتي راه الديمقراطيه هو دير داك الشخص ودار
حنا ولات الديمقراطيه عندنا على انه كلشي ما مزيان. هذه شنو هي الديمقراطيه عندك انت؟ واحد هي قولوا نتوما اللي بغيتو وديروا اللي بغيتو، هي الديمقراطيه عندكم نتوما. شكون اللي مزيان؟ هذاك اللي كيدير الشكايه. واش نوري لكم شكون هذاك اللي كيدير الشكايه واش كيدير؟ اذا انت عارف واش كيدير كله، جمعتيهم كلهم في سله واحده صحاب الشكايات، اجي نوريك اش كيدير. ايوا لا عندك شي حاجه عطيني بالعام، لا عارفهم اش كيديروا. واخا تقول لي المهداوي فين وجه؟ سمعوا 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 اش قلنا، هذا التشريع يصادم الامم المتحده والاتفاقيه الدستور، وضحتها لكم. شوف دابا نمشيو ابعد من هذا، علاقه بالملك محمد السادس. اش قال الملك؟ سمعوا 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 اخوتي، تنقول لكم هاد الناس هاد المشرعين اللي في هذا الزمان لا يحترمون خطب الملك ولا يحترمون التوجه الملك. زيدوا لي هاد التهمه، حتى هي هاد الحكومه ما كتحترمش التوجه ديال الملك، ما كتحترمش خطب ديال الملك. هلا زيدوا لنا حتى خيطونا، جيبوا شي مخيط وخيطونا كاع، ديروا خشي ولا سيروا حكم. اش نقول شي عباره واحد النهار قالها هو، قال له ما عرفتش معاه، هو وهبي قالها، كيهضر مع شي وقيل على كيهضر الحفيظ، قال له ديها ديها كلها لداركم ولا بحال هكا. انا خصني نقولها وديها ديوا هاد البلاد. سمعوا الملك سمعوا، كما ان المغرب في حاجه لكل ابنائه ولجميع القوى الحيه والمؤثره وخاصه هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجاده اعتبارا لدورها الايجابي كسلطه مضاده وقوى اقتراحيه تساهم في النقد البناء وتوازن السلطات. سمعتوا الوظيفه ديال المجتمع المدني كقوه اقتراحيه كسلطه مضاده؟ سلطه مضاده لمن؟ المجتمع المدني سلطه مضاده للسلطه الرسميه، الفاعلون الرسميون المجتمع اللي بغي نوضحوا هذه اكثر. هذا التدخل الملكي، واسمعوا مزيان اش قال الملك. قال لك لا احد يستطيع بمفرده محاربه الفساد. اسمع اسمع سي وهبي اسمع، ولا احد يستطيع ذلك بمفرده سواء كان شخص او حزب او منظمه جمعويه. صافي قال لك لا احد في هذه البلاد، لا احد. الملك قال لا احد بوحده يواجه الفساد. اسمع اسمع اش يقول لك الملك. قال لك محاربه الفساد ما كتبغيش المزايدات، ان محاربه الفساد لا يعني لا ينبغي ان تكون موضوع مزايدات. سمعتيها؟ بمعنى ما ماشي مزايدات، هو ما كنمشيو للقضاء راه ما كنديروش مزايدات. دابا انت كتحرم الناس من اللجوء للقضاء، بمعنى غير يديروا مزايدات. سمعتي؟ وغنختمها معاك باحسن تدخل ملكي في هذا الموضوع اللي حسمنا كاع، باش نقول لك هذا الشيء اللي درتوه مصادمه صريحه للاراده الملك ولخطبه الملك. واسمع اسمع 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 هذه اسمع. فمحاربه الفساد هي قضيه الدوله والمجتمع، الدوله بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها والضرب بقوة على أيدي المفسدين، والمجتمع بكل مكوناته من خلال رفضها وفضح ممارسيها والتربية على الابتعاد عنها. إذن قضية الدولة وقضية مجتمع وليست قضية الدولة في شخص الداخلية المفتشية ومسألة الحسابات، قضية المجتمع كذلك يحارب الفساد. شحال بغيتي نزيدك؟ نزيدك شي مناشير بعدا واحد المنشور، هذا واحد المنشور ديال الوزارة ديالاش بعدا هذه؟ نشوفوا ديالاش هذه الوزارة. اسمع، وزارة إصلاح الإدارة الوظيفة العمومية المغاربة، شوفوا هذا المنشور اللي منشور في الموقع، هبطوا لتحت شنو غتلقى؟ نشوف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني لتمكينه من أداء دوره في مجال مكافحة الفساد. تعزيز، هذه وزارة الإصلاح منشور، وأنت الدستور المغربي هل النبي تنقولوا الديمقراطية التشاركية؟ شنو هي الديمقراطية التشاركية؟ ما معنى الديمقراطية التشاركية؟ ومشوا للمادة 119 القانون التنظيمي ديال جامعة المحاليش كيقول؟ ما غاديش تلقى هذه الماده، رجعوا لها المغاربه الماده 119 في القانون التنظيمي ديال الجماعات المحليه. شنو الدور ديال الجمعيات في محاربه الفساد في علاقه بالجماعات وفي الاقتراحات؟ تصوروا دابا تشريع في مصادمه صريحه للدين بعد الاسلامي ديالنا الاول الله. الاسلام اش كيقولنا الاسلام؟ من راى منكرا خصنا نغيروه. اذا احنا غنبقاو خا نشوفوا المناكير ما نهضروش، المنكر تهضر ليه على المؤسسات. هل الاول مصادمه الاسلام، مصادمة لخطب الملك، انتم سمعتوا ان قضية الفساد قضية مجتمع وقضية دولة ومجتمع مدني حتى هو يحارب الفساد. مصادمة للدستور واضحة.
سيروا للجمعيات، سيروا ال 171 في الدستور، سيروا اللي بغى قانون التنظيم اللي قال ديال مصادمه الاتفاقيات الدوليه سالي لها المغرب، ومصادمه للمناشير، ومصادمه للخطاب ديالهم اللي كانوا كيقولوا في الاول. باش تعرفوا لماذا نحارب، علاش كيكرهوني انايا، باش تعرفوا حنا عدد من العباد الاخرين لكي يخلو لهم الجو ويديروا ما بغاو في هذه البلاد. شوف دابا غير واحد الماده خصني نرجع لها، تصور واحد الماده دابا، واش كتعرفوا شنو دابا جايبين في هذا التشريع الجديد القانون؟ عاوليو تصنتوا علينا في الطنوبيل، في الطوبيس، في الديور، في كل حاجه. خصني نقرا الماده بالحقيقه بالضبط، ولا خصني نخصص لها شي، خصني نخصص لها واحد الماده كنشوفها قبيله يا اخواني يا اخواتي. يمكن الوكيل العام أو القاضي تحقيق كما في مقصود طبق الشروط والكيفية المنص عليها في المادة 108 أن يأذن لضباط الشرطة القضائية موجب مقرر كتابي معلل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد المواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم أو بالتقاط وتثبيت وبتوت وتسجيل العبارات المفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص، بعد شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية، تكون في الطوبيس نحط لك تسجيل وأنا إيش علاقتي؟ طوبيس عامر كلشي كيتسجل. أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية بهدف الولوج لجميع الأماكن ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك المعطيات الإلكترونية أو البيانات. ولا تولي الدولة تجسس علينا بهذه الطرق، الطوبيس وفي الكيران وفي التراموي وفي التران وفي الطنوبيل وفي التليفون، مالنا؟ علاش؟ وكيقول لك هو السي وهبي الحياه الخاصه حمايه الحياه الخاصه، دابا شكون اللي كيستهدف الحياه الخاصه هاد المغاربه هاد الطرق زعما؟ علاش التشريع زعما هذا؟ وهذاك الاطراء الغير المشروع علاش ما كاينش في هذا القانون؟ علاش؟ اقول لي كاينه في الاتفاقيات الدوليه، كاين المغرب عضو نشيط ويلتزم الاتفاقيات مكافحه الفساد كتهضر على الاطراء غير المشروع، الاتفاقيه العربيه الاطراء غير المشروع، الاتفاقيه الافريقيه لماذا التشريع المغربي خالف الاتفاقيه الدوليه هو موقع عليها وقابلها ودايرها في تصدير الدستور؟ واش فين كيضرك الاطراء غير المشروع مالك هذا؟ قول لي قول لي قول للعالم خرج. واش المغاربه كتعرفوا التشريع دابا ديال السي وهبي واللي معاه خطورته ماشي على المغرب، حتى على الامن العام، الامن القومي الدولي. اليوم كاين الجريمه المنظمه، كاين الارهاب، كاين خصنا نعرفوا الفلوس فين كتمشي. علاش ظهرت قوات حفظ السلام؟ علاش 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 حتى الفلسفه ديال التدخل الدولي الامم المتحده تبدلت من بعد التسعينات وكذا؟ مابقاش علاش؟ لان ظهرت مستجده جديده، ظهرت واحد الناس حقوق الانسان، الاعتداءات عليها، انتهاكات الممنهجه، ظهرت ما يسمى التهديدات ديال البيئه، ظهر ما يسمى بالناس كيمشيو يصادروا المساعدات الدوليه كما كان كيوقع في الصومال وهلم جرى. لماذا الديمقراطيه ولات شان حتى الامم المتحده والعالم مابقاش قضيه شحال هذه لولا كيدخل لك فيها الداخل؟ علاش هذه الاتفاقيات؟ لماذا العالم كيهتم بالشؤون الداخليه؟ علاش هو العالم زعما دار ديك التجربه لا ديال كامبوديا ولا ناميبيا ولا هالوم مجر؟ علاش؟ وعدد من علاش؟ علاش ذاك المؤتمر ديال 1993 ديال حقوق الانسان؟ علاش؟ واش كيصحبكم حنا في جزيره عديروا ما بغيتوا ولا؟ واش كتعرفوا التبعات ديال هذا التشريع بهذه الطريقه ولا؟ واش كتعرف شنو هي تمنع الجمعيات ما يبلغوش؟ اخوتي المغاربه بقات لي كلمه نقولها ونختم هذه الحلقه بخصوص المناظره ما بين الزميل سليمان الريسوني والاستاذه القلاع عائشه. كان مقرر تكون في 30. الاستاذه القلاع عندها واحد الظرف عائلي دابا برا، ولكن التزمت على اساس ملي غترجع ان شاء الله غادا تكون يعني هذه المناظره اللي الاستاذه القلاع متشبته بها والسي سليمان متشبت بها بجوج، ولكن القلاع عندها ظرف دابا ديال احد الافراد ديال الاسره. الله يجعل كل شيء يدوز بخير. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.